ممتازة، فرصة لفائدة الوداد، هذه فرصة، هدف وفوز الوداد بكأس العرش. تالي كيسجلوا بدودان، يعني فريق رجاء كان كيلعب هنا كرة كبيرة صراحة، وكان كيوصل الشباك بكل سهولة فريق الرجاء بالانتشار الجيد وقيمة اللاعبين ديالو فنيا. اللي يمكن أكيد هو فريق المغرب الفاسي، لأنه هو اللي كنتكلم عليه اليوم، شارك كثير، يعني فريق اللي صراحة اسم كبير وتاريخ كبير، شارك كثير وما حالفوش لحد بزاف النهايات إلا مرتين، إلا مرتين ولعب 17 مرة نصف النهائي. العياطي محاولة، شفت الشطيبي، أوه على كاو ومساندة الفريق، كرة الآن أمامية خطيرة والهدف يضيع العلاوي، كرة أخيرة سجل، يضيع وتأهل لفريق المغرب الرياضي الفاسي للمباراة النهائية. هنيئا لفعاليات فريق المغرب الرياضي الفاسي جدا. الحارس الكاميروني داودا كاسري، فريق المغرب الرياضي الفاسي، خطيرة هذه الكرة، ممتازة خطيرة، يبدأ التسجيل، هدف لصالح فريق المغرب الرياضي الفاسي عن طريق محمد علي بن عمر. طبعا الحاح كان حاضر، سجل الهدف مقابل الشيء حمزة الخشيب.
يسعف حد مباراة النهاية ويصل لمرمى الحارس هشام الغفير. هذه المرة لويس جيفرسونيتشر يرد على الجميع بهدف، وهو يرقص هذه المرة على ضفاف شواطئ المتعة في المباراة النهائية لكأس العرش. يحمل النبأ سعيد، يحمل الذكرى السعيدة اليوم لجماهير الماس، لجماهير المغرب الرياضي الفاسي في المباراة النهائية لكأس العرش. كرة على طبق من ذهب، يلبي النداء، يلبي النداء، يحيي الجميع بقدم برازيليا للاعب موهوب صنع المتعة في الكأس. وهنا رشيد الدحماني يستعد لتسلم الكأس الغالية من اليدين الكريمتين لصاحب السمو الملكي الأمير المولاي رشيد. رشيد الدحماني يحمل الكأس الغالية في يوم تاريخي، في يوم مشهود لكرة القدم الفاسية. ألف ألف مبروك للمغرب الرياضي الفاسي بكل فعالياته، وألف مبروك لكرة القدم المغربية التي تشرفت اليوم بتقديم ناديين كبيرين، الفريق المتوج المغرب الرياضي الفاسي والفريق الذي يستحق من اليوم الإشادة والثناء والتقدير والاعتراف بجميل ما قدمه لاعبو اليوم في المباراة النهائية النادي المكناسي. هذا المواطن المغربي سفيان الرشيدي يحييكم على أمل لقائكم في أحداث كروية أخرى. دمتم في رعاية الله. هذا واحد صحشي يرفع كرة لبراسا والهدف الأول جول تطلع برا، يمشي كرة ديوب ويساشو الماس بطل السوبر المغرب الفاسي، بطل سوبر افريقيا 4-3 في رادس على الترجي الرياضي بالركلات الترجيحية. مبروك، ألف مبروك للمغرب الفاسي. 2008 لتوال، 2009 2010 مازبي، وهذا العام اللقب لفائدة المغرب الفاسي. مبروك للماس، هذا التتويج الجديد للمغرب الفاسي وللكرة المغربية، ونتمنى التوفيق للكرة العربية في مسابقات الكاف 2012 والكرة التونسية التي ستعود في بوابة مارس المقبل. فيها جمهور المغرب الفاسي بهذا اللقب وهذه الصورة المعبرة. هناك كان اللقب الثالث، وأكيد التحدي متواصل لأن